نرجع نفس الاشي بنحط المعادلة اللي حطيناها قبل شوي. فعندي دي على دي تي رو في تساوي دبليو 1 زائد دبليو 2 ناقص دبليو من هون. إذا طلعنا رو برا بصير عندي رو دي في على دي تي تساوي دبليو 1 زائد دبليو 2 ماينس دبليو. وعندي بعدين بصير هذا هون 1 على رو. بس فعليا اذا احنا فرضنا انه في كونستنت رح تصير هذه زيرو، فبرجع عندي نفس المعادله الاصليه اللي كانت W1 زائد W2 ماينس W تساوي زيرو. رجعت معنا هاي نفس المعادله الاصليه هناك، الا اذا في حالات فيها في عمالها بتتغير. هلا ناخذ الحاله المعادله الثانيه، المعادله الثانيه هلا المهمه اللي هي W1 X1 زائد W2 X2 تساوي عندي هون W X. والآن هلأ هون بدنا ناخد وهاي أو بناخدها بهذا الشكل عفوا W1 X1 زائد W2 X2 تساوي كومبوننت A. فور كومبوننت A رح ناخد عندي دبليو في تي في رو في اكس اوف تي اللي هي A، وهاي هون ديريفيتيف اللي هي محتوى A بيساوي دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2 ماينس دبليو اكس اوف تي. انا هون ركزت على ايه، خلينا بس نتاكد انه شغلنا هون مزبوط. احنا عمالنا بنقول المعادله هناك حطيناها بشكل مختلف، حطيناها انه ما بتغير. هلا هون لانه عندي دايناميك سيستم اضطريت بدي ادخل الترانزينت من هون. خلينا نطلع رو في، رو في في هي الماس اللي موجود بالتانك، والماس اللي موجود بالتانك لما ضربته في اكس من هون اعطاني الكومبوننت تبع ايه، يعني ايه in the tank بتساوي رو في 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 x of t. لما جيت اشتقيته دي رو في في x على دي تي بساوي اشتقت هذول الموجودين، بساوي هذول الموجودين هون اللي هو w1 x1 زائد w2 x2 minus w x من هون. هلا عندي هذول راح يصيروا مشتقة التنين، هاي فرضنا كانها دي في تي واكس تي، وعندي رو. رو بقدر الان اطلعها برا واضرب هذول كلهم في واحد على رو واشيل رو. فاللي عملته رو طبعا كونستنت طلعتها. هلا فرضت الحاله العامه انه في تي فانكشن اوف تايم واكس اوف تي فانكشن اوف تايم، فعمالي بقول انه محتوى A راح يتغير بالتنك مع الزمن بدلاله هذول الاشياء اللي موجوده. مشتقة اشيين مضروبين بعض شو بصيروا؟ خدوها بالكالكولس، اشتقت الاول فبصير عندي دي في اوف تي على دي تي في اكس اوف تي زائد في اوف تي في دي اكس اوف تي على دي تي. هاي بتساوي واحد على رو دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2 ماينس دبليو اكس من هون. هلا انا عندي دي في على دي تي اعتبرناها انها كونستنت، كان هذا كل الجزء بيختفي، بضل عندي هذا الجزء اللي موجود هون، هذا صار عندي في، راح اعتبر في انها ما بتتغير مع الزمن، فراح اطلع في برا من هون، وممكن بعدين اقسم الطرفين على في، فصارت عندي هاي المعادله. هلا لانه دايناميك موديل احنا مهتمين بهذا اللي هي مشتقة x as a function of time، يعني أما أنا بنقول كيف x بتتغير في هذا المحلول as a function of time؟ لأنه بتتذكروا السؤال اللي كنا بنسأله قبل شوي، إيش كنا نقول؟ لو هذه هون x of t as a function of time، إيش x of t على فكرة؟ تركيز إيش؟ تركيز A في هذا المحلول اللي موجود هون. احنا سالنا السؤال بالاول لما كنا نعمل ستاتيك موديل ما اهتمينا كثير كيف انتقالها من هون لهون. لما جينا عملنا الدايناميك موديل عمالنا بنقول كيف بتنتقل x of t من هون لهون اذا صار عندي تغير في الكوانتيتيز اللي موجوده هون، اذا صار في ديستربنس مثلا او صار تغير في الكوانتيتيز اللي موجوده.
هلا حتى نعمل هاي بشكل صحيح، طبعا هذه هون المفروض انا من البدايه حطيت x of t as a function of time، فبدي اخذ الان w x of t اخذها على الجهه هاي عشان اجمع التيرمز كلهم اللي فيهم x of t، فبصير عندي هلا d x of t dt زائد رح يجي عندي هون w w على رو v مضبوط. هلا بنشوف بنغيرهم، خلينا احطهم بهذا الشكل وبعدين هلا بنغيرها اذا احتجنا. W على رو في x of t ايش بضل عندي على الجهه هاي؟ بضل عندي W1 x1 زائد W2 x2 على رو في، مش هيك؟ خليني اضرب الطرفين في رو في. هذا بصير عندي هون رو في، وبعدين بدي اقسم الكل على دبليو. نطلع على هاي، ايش عندي هون؟ ايش اللي نتج عندي هون؟ معادلة ايش؟ رو في دبليو عندي اكس اوف تي اكس دوت، مش هاي اكس دوت؟ هون في عندي كونستنت، هلا هو كونستنت هو فعليا رح يصير ستيب فانكشن هلا اذا دخلنا اذا غير، يعني صرنا نفكر بهذا كانه ستيب فانكشن بتغير من قيمه لقيمه جديده بسبب دبليو ما راح تتغير، مين ممكن يتغير عندي هون؟ ممكن يغير عندي دبليو 1 او دبليو 2 او اكس 1 او اكس 2، اوكي؟ وعندي اكس دوت مضروب في شيء زائد اكس بيساوي قيمه معينه، اوكي؟ هاي ايش؟ هاي فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن، عاده شو بكون حلها؟ اكسبوننشال، مش هيك؟ اكسبوننشال عم تتغير من قيمه لقيمه. هلا حتى اسهل شوي المعادلات راح اسمي تاو تساوي رو في على دبليو، وبعدين راح اسمي هاي القيمه اللي موجوده هون راح اسميها سي اللي هي دبليو 1 اكس 1 دبليو 2 اكس 2 على دبليو. فراح احط هاي المعادله بدلاله هذول الفاليوز اللي هون، هذا سي وسي. هلا بنشرح ايش يعني سي، ايش هو سي، ايش بمثل. وهذه هون هلا اذا اطلعنا على سي، سي بمثل على فكره اكس الجديده اللي بدي اروح عليها. مش انا عندي تذكروا انه دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2 شو كان يساوي؟ داوي اكس دبليو مضبوط؟ هذا بيساوي، فلو ضربت دبليو في سي فكانه سي هي ايش؟ اكس الجديده اللي انا بدي اروح عليها، اوكي؟ فلو انا عمالي طالب انه بدي انتقل لاكس جديده بدي اروح عليها راح احط قيمه اكس 1 دبليو 1 واكس 2 دبليو 2 واقسمهم على دبليو راح يعطوني سي، فكانها هذه اكس نيو اللي بدي اروح عليها من القيمه الاصليه من الانيشال فاليو. فالمساله صارت كانه عندي انا هون x of t هي x of 0 عند نقطة معينة، و at time 0 راح ينتقل عندي ويروح ل x new، فكأنه هذا مش أنا إذا غيرت أي واحد من هدول الـ variables بعد فترة راح يوصل تركيز المحلول في التانك للقيمة اللي بيحددها هاد، مظبوط؟ افرض اجيت وقلت لك انا بدي ترفع قيمه معينه عشان اوصل لاكس نيو جديده، رحت انت غيرت مثلا دبليو 2، لما غيرنا دبليو 2 مش انتقلنا لقيمه جديده مختلفه عن القيمه السابقه، هاي هي القيمه النهائيه اللي بحاول اوصل لها. ايوه امشي. دكتور هي مش ستبي بس تكون يعني تدريجيا. مين اللي راح تتغير كرام؟ اه ماشي، افرض مش التغير في اكس، انا عمالي بسال القيمه الجديده اللي دخلت عندي من برا، يعني انت مش تقدر تروح تغير الفالف هاي فجاه كستيب فانكشن؟ الفالف مش اكس. اوكي؟ يعني فكروا فيها هون، اطلع هلا على الوضع، لقيت انا التانك في اكس نوت. يعني هلا الحالي التركيز الحالي لايه؟ اجى صار عندي قررت انا بدي اغير تركيز اكس اللي في التانك لقيمه جديده. شو اللي بقدر اغيره؟ شو اللي بفترض انه انا تحت تحكمي؟ دبليو 2، اوكي؟ رحت شعملت بالفالف، حركت الفالف من قيمه لقيمه، مش بقدر هاي اعملها كستيب فانكشن؟
ايش راح يبدا يصير هلا بتركيز المحلول ايه؟ نفترض انه انا زدتها بحيث انه زادت W2، فزاد الفلو تبع ايه اللي داخل على التانك، ايش راح ابدا اشوف انه اكس عماله بصير فيه بالتانك؟ بزيد، بس هل بزيد فجأة؟ لا، بس انا اللي غيرته هون غيرته فجأة. مش غيرت انا هون التغير الفالف اللي طلعت عليه كان عليه 2 فولت وحطيت عليه 5 فولت، ففتح. زادت الفتحة تبعته، بدأ يتدفق هذا اللي هون، بس هذا ما تغير فجأة، أخذ وقت حتى يتغير، مش هيك؟ هذا هو الريسبونس اللي أنا بدي إياه تبع X of T. بس الانبوت فانكشن إيش كانت؟ ستيب. أوكي؟ فهذه راح أعتبرها الآن عبارة عن ستيب من هون، كأنها هذه C U of T التغير اللي راح يصير عندي. فعملياً أنا راح أحط هون U of T، كأنه هون بصير عندي تغير. رح يصير عندي تغير وعمالي بروح انا على القيمة الجديدة السابقة، رح اوقف هون بس حتى هذا وبعدين هلا رح ابدا فيديو جديد.